السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فادني كتير جدا، كنت عايز احول ملفات اف بي اكس لجي ال بي. اف بي اكس ده اللي بنتصدر من برامج زي ريفيت والماكس، ميزته ان هو بيتصدر بالماتيريال. وجي ال بي ده بيشتغل في الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي والحاجات دي كلها. فالموقع ده فيه ميزة ان هو بيحول بين امتدادات كتيرة زي الـ FBX والـ OBJ والـ DAE والـ GLTF. فدي كلها حاجات انا كنت بدور عليها، والحمد لله ان انا لقيتها كلها في الموقع دوت. والموضوع بسيط، مجرد ان انت بتقول له انا عايز احول ملف دوت، فبتعمل دروب تمام هنا، وتختار الملف الـ FBX وتقول له كونفرت للحاجه اللي انت عايزها، في ار بي ام، في بي دي اف، في اتش تي ام ال، كل اللي انت عايزه. وبعد كده تقول له داونلود، بياخد شويه بس كده بيحول. وبعد كده تقول له داونلود. الموقع برضو فيه شويه مزايا تانية، تمام؟ زي مثلا في فيور، يكون عندك ملف، في ملف مثلا بي دي اف، في اوبجكت، في ام اي، في FBX، تفتحه هنا وتقدر ان انت تشوفه على الموقع بدون اي مشاكل خالص. وممكن ترفع ملف عندك وتكتب اي كلمة، هو يبدأ يعمل لك ووتر مارك على الملفات بتاعتك. وفي برضه خاصية ان انت تقيس، ترفع الملف اللي انت عايزه وهيبدأ يقيس عليهم. طبعا اغلب الملفات اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي الـ FBX والـ STL والـ OBJ والـ SDS مكنش عندك البرنامج، فتقدر ان انت ترفع الملف هنا ويقيس الحاجات اللي انت عايزها.